صانع اللعب زكريا منصوري كرته طارية مباشرة من هناك خطيرة صعبة والدفاع يتدخل. النخبة ركنية ملعوبة من هناك في القائمة الأول. الدفاع يتدخل دائما. الكرة صعبة خطيرة. تسديدة ممتازة علت ببضع سنتيمترات. كرة ممتازة في العمق من هناك. ما فيش وضعية تسلل ولا انطلاقة. طلب من المختار الكرة ونطش. الخروج لتلقي الكرة يعني يدكروشي انه وكرة من هناك. كاد اللاعب فريفر بومدين. ركنية ملعوبة من هناك. كرة تسديدة مرة أخرى. دربكة في منطقة العمليات. مدى هناك والهدف. الهدف الأول لصالح مولودية وهران. موسم وهو المستقدم الجديد في هذا الميركاتو الشتوي. شاهد هنا الإعادة. شوف كيفية ضرب الكرة. شوف هنا تومي وشيبان في المتابعة أمام. 1-2-3 المهاجم شيبان المستخدم الجديد في صفوف مولودية وهران. ماذا يقول الحكم؟ الحكم حنصال يقول ضربة جزاء لصالح دفاع تجنان. ماروسي أمام نطاش. ماروسي يتمكن من تعديل النتيجة. لصالح دفاع تجنان. والانطلاقة من كوجو من هناك. كوجو كرة ممتازة من هناك ناحية دمان حمزة والتسديدة. تسديدة دمان حمزة رائعة صدها الحارس عبد الرؤوف نطاش. بعد الكرة تبقى دائما لصالح دفاع تجنانت ليحاول في هذه اللحظات. ونطاش نطاش ينقذ المولودية وينقذ الموقف وتعود هجمة مرتدة. ران التي ترمي بكل ثقلها في هذه اللحظات في محاولة لتسجيل الهدف الثاني. وحليمية والكرة والهدف الثاني من شيبان. هنا بعد كرة في العمق حليمية ضرب الكرة بكل قوة وشيبان أمام. دائما نفس الأخطاء الدفاعية. القوة اللازمة في التهديف. تسديدة والحارس لتيم. وسط ماروسي. ماروسي يتقدم بالكرة طلبها. يبقى دائما ماروسي محافظ على كورتو. طلب الكرة بالمختار صاحب تسديدات القوية. بالمختار يتمكن من تعديل النتيجة بهدف رائع. أقل ما يقال عنه أنه هدف رائع ورائع جدا. ودخول بلال. كرة لصالح مولودية وهران. التوزيع من هناك والهدف الثالث. الهدف الثالث لصالح مولودية وهران. عمق الدفاع بعد فتحة ولا أروع كذلك من اللاعب حليمية على مستوى عمق الدفاع. ارتقاء قوي يعني في عمق الدفاع أقول بعد ما يعني حاول مدرب دفاع تجنانت إعطاءه أكثر قوة بإدخال لصدام، ولكن ارتقاء قوي أقولها.